الأربعة وتسعة دقائق على FM أحلى راديو، هذه العبيلة تجيكم التوا حتى للخمسة متاع العشية. مساء الخيرات، مساء الأنوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، داخل أو خارج حدود الوطن. سلموا برشا على الناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو FM، وإلا على الشين FM TV على اليوتيوب مع اتصالات تونس كالعادة. ولا لا يختارنا عادة، معنا حتى حد يروح متغشش. شعار بدينا بيه، شعار ان شاء الله باش نواصلوا به تيله الرحله، يتوال 600 والواحد دياز كود يوصلك لل 1000 دينار. نعم 1000 دينار، كان تكون واحد من المتبرعين اللي يشاركوا معنا لايف. كيف كيف 20 مليون 20 الف دينار من هدايا اتصال تونس، والقرعه ان شاء الله باش تكون لايف كل راس الشهر. فرحان برشا اليوم في حلقه 3/12/2023 انه يكون موجود معايا ومش ناوي يبطل العمايل نتاعو. طبعا نقول لكم علاش فرحان برشا معايا اليوم نجم نجوم الكوميديا والتقليد، صديقي العزيز، كان قعد صديقي العزيز لطفي بنطق. عسلامة لطفي. السلام. عسلامة وليد، لازم تزرق لك كان قعد ملا كان وقف صديقك. ما باش نقعد ديما صديقك. لا لا باش نفصل لك علاش. شنو حوالك الساعة؟ الحمد لله يا رب. صحة بخير. يسر عليك الخير. في فورما. في طنجرة. في طنجرة. ملا ما دابك أنت في طنجرة. قبل ما نرحب بالأخت وهاني رجع لك، خاطر عندي شويه معلومات ماذا بيه كان يتاكدهم لي تنفيهم لي هذيك ننفيهم من توا. فرحان زاده برشا اللي معايا اليوم صديقتنا وملكه العواصم. هو جباره في الجغرافيا خاصه الا مريم الشاملي. عاصمه مريم. عاصمه وليد. عاصمه لطفي. عاصمه مستمعينا الكل. الحمد لله صحه بخير. الحمد لله لاباس. اي به الا مريم ما حضر لي روحك من قبل. ديجا باش نخليه انا تو في وضعيه حرجه، معناها نورمالمون تنتصر عليه بكل سهوله. لطفي بنطقة وصلتني معلومه من مصدر موثوق جدا، بعد ما الجمعه اللي فاتت خرجت من بحذايا مشيت بحذا برهان، قلنا هي خيانه صغيره لا ترتقي لمستوى الخيانه العظمى. بار عملت عين رات وعين ما راتش، رغم اللي نلبس مرايات انا الراب القديم. يعني العين اللي راتش يعني اليمين ولا العين اليسار؟ ما راتش اليسار. اليسار اليسار ما راتش. صحيح. ولكن وصلتني معلومه البارح اللي انت في مفاوضات متقدمه مع اذاعه شقيقه. اذاعه منافسه. اي رغم انه شقيقه. صحيحه المعلومه؟ تفاجأت؟ والله لعبت عليك الدوخه. وين تحب نزيدك معلومه اخرى؟ وقيله في مقهى تفادي الاشهار في ضواحي المرسى تفادي الاشهار. فهمت؟ ومعاك شخص قاعد معناها تتفاوض عيني عينك معناها هكا على الملأ. اي انا مانيش قاعد نسرق ولا نخطف انا. معناها تاكد انا. تاكد خاطر كوارش تجي تعيط له جمعيه اخرى يجي يلقى معناها اوفر مخير يمشي للجمعيه الاخرى. اوفر مخير. انا ما زلت ما لقيت اي اوفر مخير. انا ما زلت نتفاوض معاه. كان اللي تفهمني نجي نقول لك سي وليد راني مش ننسحب مرفوع الراس. كل اي موجوده الحكايه موجوده. انت هكا عندك انت شكون يتبع فيا خويا انت؟ يعني انا ما عرفتش اللي خايف على روحي. متلفت نلقى جماعه وليد انت شكون؟ بعثني وليد. كيفاش نعمل؟ انت تاكد الحكايه. تاكد موجود. قوة عظمى السيد جاي ومسخن اكتافه ويقول فيها معناها بكل هكا اريحية. انت مازال مش تعرفوا الصحبة وقت اللي تولي فما مصالح ما عادش فما صحبة. شنو الصحبة هذه خدمة وليد؟ هاكا باش تعرفوا يا سادة المستمعين. في لبنان انت وما كلمتش. ما ينفعك كان طفلك. كان لا هذاك ما يندبلك كان لا لا شافك يبكي. اما ما ينفع كان مكتوبك وعائلتك المصغرة زادة العائلة المصغرة ومكتوب. حسيتك انك مشيت خدمت في لبنان. لا تمشي وتجي. هاك ما تستعرف انت فما مفاوضات. شنو نخدم بالدرقه بالسرقه. هاك سيد معد. جاني اوفر. بربي نعملوا له بوكي دو فلور هكا وشويه شوكولاته خاطر اليوم الحلقه الاخرى نتاع لطفي بنطق. اعطوني فلوس. جاي وحدي. يلا نمشيو للمتبرين نمشيو لتطاوين 68 عام سي عماره جلولي. عاصمه سي عماره. عاصمه عماره. سي عماره شنو احوالك؟ الحمد لله عايش. صحة بخير سي عمارة. الحمد لله الحمد لله. أي به قاعد والحمد لله والشكر لله. أي به شنو التطاوين صح؟ لباس لباس الحمد لله. مقيل سي عمارة مقيل؟ لا لا والله أنا ما تو متقاعد. إي هو أنا ساعات نقرأ كتاب ساعات عندنا جروب كامل قريب مع بعضنا في مسجد الشيخ المعلمين في جابل. إي أنت معلم؟ لا انا ما خرجت من التعليم بعد المهم من 70 ل 75 جروب كبير باهي نعمل في خرجه كل شهر تقريبا. ممتاز خارق العاده. ممتاز برافو. والله ثم اللي بدينا من عام 20 ما تتخانقش معاه ممكن بدك معناها. والله حلوه فكره ممتازه.
عملنا تقريبا 8 خرجات معناها ديما في نزل اي برشا سقايا ونعملوا في كل شهر لقاء نتاع اسمها بربي معرف في المجال في جير اي 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 برافو في كل شهر برافو هذيك العلاقه هذيك تم جماعه كان بدينا نستعرض في الذكريات باش عرفنا بعضنا والله يا حسره أهم أقوى واحدة الحمد لله والله يا عز حاجة عملتها يا سي عمرت ذي تعرف اسمها ذي ترجع الروح للروح لا والله فعل أنا ومحددة كان بيقرينا من 70 لربو 70 ظهر لي ذكم يا سي عمرت الأصحاب اللي يدوموا ظهر لي حتى أنا توا عندي صاحبي قاعد على يميني لا علينا ذكر الأسماء كيما راجل برك موجود شنو هو الفادي اللي ذكر الاسماء ثم الاخت الكريمه وثم لطفي الكريم ما زلت ما انا مش بتكش انا نحكي مع سي عماره البرنامج مش تعدى في وقتك انت مش تعدى على شيء انا نحكي مع سي عماره يا سي عماره بعد العشره وبعد الدليل وبعد كذا يبدلك معناها في 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 درج صدقني يا سي عماره مصدوم معناها في جمعتين عمل لي دوك ومعناها نتاع مع المي والله في لطفي تبلعت زي ما حقدي من تبعو فيه و... خلي كامل خلي كامل سي عمارة بكش بشي يقول لك حاجة تفضل سي عمارة تفضل خوي عمارة وحتى في الحوار تورا ما هربش عليك قاعد أليس للياساف اي يرحموا والديك معناها تقولي تقولي انت ما صعيب كان يبيعنا لا ما يهربش كانش عندك كان يبيع حاجة تريف الولك ودي اي صحيح وقت اللي ولي فما المساري كله ساري يلا سي عمارة قدوا معنا بتعرفش تليفون نمشي ولا اي اي لا مريم هاي عايشك عايش خويا هاي عاملة لوك جورجينا اليوم حتى كنت كريستيانو صحيح يلا سي عمارة قد معنا نمشي والبيجة 44 عام لألفة سماري إن شاء الله لقب صحيح شو حوالك يا ألفة سماري نقول عايزك عايزك يا عزيزي شو حوالك يا ألفة الحمد لله مرحبا بك انت وضيوفنا معاك ربي فضلك ها ألفة قاعدة في الدار والله اني في الدار اخويا العزيز باه والفطور طاب مال والله هي مازال اه مازال ما طابش العشاء انا باش نعمل شويه خبز صابونه يا عيني يا نعيمن يا نعيمن دي حاجه عربي ايوه مادام الواحد فريف البرا لازم ياكل حاجه طبيعيه اه شكرا اي ماكل عربي او الحراير مالها عربي او الحراير اسمعني اسماري ولا سماري لقب سماري 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 ألفة بربي سمعنا من التليفون بركة ماذا بيك تسكر الراديو اللي بحذاك باش نرجع سمعنا بالكدا دونك لا ألفة وسي عمارة سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق لطفي بندقة باش ما نقولش الخائن العظم الخائن ما عرفش ما قلتلكش تسمية الحقيقة والله العمر يخليك يا وليد ولكن نجي نقول لك حاجه كنت باش نجي تعرفها يا مبدل لحيه بلحيه هاك عندك لحيه وسكت هاني قلت لك فما يا مبدل لحيه بلحيه تشتاقهم الاثنين فهمت وفما حاجه اخرى يا مبدل بكره بكره تندم يا جميل هذاك الجميل خاتينين به نبداو بك انت يا ألفة حاضر ألفة حاضر يا خويا اي ألفة ركز جاوبني فيسا واعطيني ثلاثه اجابات فيسا فيسا اتفقنا اي يلا سؤال يقول يا ألفة سمي لي ثلاثة حاجات تفرح كيف يقولوهم لك يعني يسمعوني نجاح ولادي اي فيس بيت والدي اي والبيت ربي علي ماك والبيت ربي علي يا ما باه ايه معناها يقولوا لها ان شاء الله ربي راضي عليك وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ثلاثة اجابات صحيحة في 9 ثواني برافو يا ألفة نمشيو لسي عمارة اي سي عمارة نعم مغروم بالماكلة ولا يا سي عمارة؟ شوية بلايس بلايس اه يا سي عمارة لازمك تجاوب في اقل من 9 ثواني سؤال يقول سي عمارة سمي لي ثلاثة ماكلات ما تحبهمش كيف؟ شوي اي والمقرون الكل ما تحبهمش هذم سي عمارة؟ لا انا ما تحبهمش كان من الجنة تطلع عجيب انا كنت منك لوزد مقرونة قال مقرونة نك حاجة مقرونة هو حاجتين يا سي عمار هو حاجتين يا جاوبت بذكاء
باش تربح ثواني وانت اون فان كونت تحب هالمغرونه. لا ما نصورش انا ما نحبهمش. حتى مع الامر برشا برشا ياكل ما عادش نحبوا ليه برشا. هاك عامل ريجيم هاك هو مالا مالا سي عماره محافظه على اللياقه نتاعو تعجبني يا سي عماره. باهي سي عماره دونك انت كنت اسرع من الولفة لك الاختيار لطفي بندقة والا مريم شملي. اي سي عماره يلا الخيانات راهي عندها 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 هكا كيفاش يقولوها فيها حرفة راهو ساعات تبدا تفرش في فيلم يبدا خويا عمارة معناها خويا عمارة ما يخليش يأثر عليك لا ثم خيانات لا ثم يحزنون كما قلت انت هذا ان شاء الله ما تخونكش ان شاء الله ما تخونكش المعلومات توا مع سي عمارة ان شاء الله ربي معنا سي عمار زوز متقاعدين زوز متقاعدين سي عمار رانا باش متقاعدين لين نقفوا لهم المهم المشاركه والفريق هاكا يرحم والديك يرحم والديك. باه سي عمار مع عمك لطفي ولا ألفة مع مريم نمشي مباشره السؤال الاولويه لطفي مريم شكون باش يكون اسرع على البزار السؤال يقول كون الطائر اللي تكلم مع نبي الله سليمان عليه السلام الغراب الغراب مش الغراب شو تحط له في الموسيقى صحيحة سيدة المخرجة ميسيرش تخونوا فيه تخونوا فيه معناها اي ميسيرش لطفي ميسيرش هو طائر الهدهد طائر الهدهد طائر الهدهد طائر الهدهد نعرف طائر الهدهد ملاي هدهد مو الغراب الغراب هذاك في قصة قبيل وهابيل انا مش الغراب هذاك على الغراب الاخر اي لا لا لما زوز هدهد ما هو مش فرط كولور جملة مريم لطفي جاوب غلط دونك مريم لك الكلمة معاك لألفة ألفة 30 ثانية يا ألفة ركز وسيبك الطابونة وجاوبني صحيح شاور انتي ومريم قبل ما تعطيني الإجابة سؤال يقول قديش نسبة المياه اللي تغطي سطح الكرة الأرضية الاقتراحات 66% وإلا 71% وإلا 75% مادام ألفة تعرف عندك فكرة على الجواب ولا ليه مدام ألفة والله اختي مريم الاحتمال انا اللي نعرف 71% حطينا هاي الامور الوسط ديما نختار الوسط 71% 71 حطينا نقول 71% يا ألفة نعم هاك الفوسكة اللي بحذاك شكون ها اللي بحذاك شكون يعطي فيك في في الاجابات شكون بحذاك يا ألفة راجلي باش يقسموهم 500 500 لا عنده فاي عنده فايم طابونه ومع طابونه اش فما يا ألفة يلا شويه زيت زيتونه وفلفل المشوي وكباب زيتون عربي اوه يا نعيمن قناعه محلاه يا نعيمن والله شوف قناعه ابن ماكله شنو وي زيت زيتونه اخويا وزيتونه عربي وصلا وفلفل المشوي اش تحب يا اخي نحب فلفل مكوي والله العظيم عز بلا هي كان جات بشويه جات بشويه مدام على الكانون نفرح كي تشرفوني وجوب حنايا والله والله يا ألفة خويا وليد والله يا ألفة لما نجيب حذيك عنده مرسيدس وجيبنا ويجي خويا وليد حتى الفلفل راهو ديالي من ثانيتي يعني يا ألفة انا باش نجيك تحط لي الطابونه والفلفل المشوي وتحط لي كعبات زيتون ولطفي بندقة مش جاي معايا يجيب عليه ما تهزنيش لا مش خايك لا لا ريت اختي ما حبش يجيبني معاه خاطر عنده مرسيدس وانا قليل انت وليت باي زيد شعرك اي ربي يزيدك انا حازك انت مريولو فيه ثلاثة بلدان انت الارجنتين انت وليت انت ما عندك وليت مستنسه مستنسه بالسوشي ومستنسه بال ما السوشي ماش طيبوه به ألفة ومريم جاوبتوا 71% نسبة المياه اللي تغطي سطح الكرة الأرضية بين 66 71 و75% مريم قالت 71% وألفة قالت خير الأمور الوسط أوسطها جواب صحيح برافو ألفة ومريم يا ألفة عنا نقطة أمورنا واضحة اما ماذا بيا كان تسمعني كان من التليفون يا ألفة نقص لي شويه فك الراديو لا ما عنديش راديو هاني وحدي باه يوكي باه سؤال الاولوي مره اخرى لطفي بندقة مرد بك ضيع الفرصه ان شاء الله ربي معك السؤال يقول يقول نعرفوا جاوب في ساعه ما هو جمع كلمه امراه
النساء عايش خويا شوف شوف امرأات امرأات النساء ربي عايش النساء محمد الجاموس يلا يرحمونا ترى دندنة النساء النساء نقطة ثلاثة شو ركك النساء يلا سي عمارة أي يا سي عمارة 30 ثانية باش تعدل النتيجة يا سي عمارة خرجت كراس راس خرجت كراس راس يا عمارة وكتوا جاوبت أنا وانتوا الكرة عندك ليس لها جمع ليس لها جمع نساء 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 أي يا سي عمارة عندك 30 ثانية سؤال تتشاور أنت ولطفي السؤال هذا بالاقتراحات وسؤال على نقطة التعادل السؤال يقول شكون الملك اللي قتلته ذبابة الاقتراحات هل هو النمرود وإلا فرعون وإلا ذو القرنين سي عمارة عندكش فكرة شكون الملك اللي قتلته ذبابة النمرود وإلا فرعون وإلا ذو القرنين شكون تقول انت النمرود نمشي معك في الخط خاطر انا متأكد منها النمرود ذو القرنين تعرفوا لطفي ما نعرف ثلاثة قرون ما انا نعرف فما واحد طلعوا له قرون هذه نحملك المسؤولية مش نحكي عليك نحكي على عندي علوش عندي علوش في الدار رد بالك ولي طلع خبزك عندي علوش في الدار لا عنده قرون علوش كشيمني فيك أنا تدرفك بالحيوان نحكي على ليه خروف ولي خروف للمستمعين مرة أخرى أهلا بالخاين بس أهلا بك سلت في صباح اقتش خطخون من مرة أنت في جمعة تو وليت لي حرام عليك واليوم أنا ساعة هو كان باش تاخذها بالمعنى متاع الدرجة متاع أنا قولك طلعوا له قرون معناه بدي هكا لا لا ما حدا بينا ما يطلعوا لهش قرونة بدي يستقوى لا لا ما نحبش يستقوى نحب يستضعف ما يقول لك عبد طلعوا له قرون معناه بدي يستقوى يا اخوي طلع عليك انت قرون يا سي عمارة نعم السيد مشى يفاوض في عقد جديد يا سي عمارة صح كونتراتو يا جماعة دخل معناه باش يبيع صديقه لا ولا لا ولا ما نبيعك ولا باش يبيع البرنامج اللي تبناه تبناني ايش يا سي عمارة والله انا تحرش فيه سي عمارة تحرش فيه سي عمارة سايبه اخوي احنا قبل كنا كي نعملوا عملة في الحومة يجيونا كبارات الحومة كي يشدوني يقول لي أم أنت زنس نمرود هكا ولا إيه أنا عندي نمرود الملك اللي قتلته ذبابة تعرفش القصة لطفي بتاع ذبابة والله مش بالضبط أما تصور اللي ذبابة صغيرة ماهيش كبيرة ودخلت له وذن وخاشم وحاجة هكا مات بها نمرود هو النمرود جواب صحيح برافو يا عمارة أمرها الله هكا الذبابة ذيك الصغيرة صغيرة هاي دخلت له في وذنه وقعدت تزن زن عليه مات يا سيدي السؤال اللي بشوف المباراة لطفي بندقة يا عندك يا عندها يا لطفي اللي بش يكون أسرع للبزار ركزوا هو مثل ديما اوه المثل المثل بوري تعبه هنا في المثل ركز سهل 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 مهل سهل مهل المهم ازرب على البزار ولا انت ازرب على البزار يلا السؤال يقول هرب من قطرة جاي تحت الميزاب تحت الميزاب ليتها مش سمعتيش تعرفها نعرفها اما فوكس قالها بالزربة ما فهمتوش السؤال ها هو فهمه هاي يا لطف هاي خويا عمارة سي عمارة نعم انا مويت هاي يا سي عمارة عندك 30 ثانية تمر للدور النهائي يا سي عمارة السؤال يقول شنية المادة اللي موجودة في البحر الميت بشكل كبير وكانت سبب في عدم تواجد الكائنات فيه الاقتراحات الغاز النفط وإلا الملح يا عمارة ملح زعماء الليل تصور الملح زيد ثبت زيد ثبت على خاطر الغاز ولا النفط ولا الملح واحدة منهم خاطر الكائنات اللي فيه ما نعرفش ما نعرفوش انا هاي نعاود الملح سي عمارة جاوبني ايه الملح نعم نعاود ملح الملح المادة الموجودة في البحر الميت بشكل كبير وكانت السبب في عدم تواجد الكائنات فيه بين الغاز النفط وإلا الملح ويقال أنه
غضب المولى سبحانه عليهم على المدينة هذيك قلبها سفيها على عليها الأرض. دونك على هذيك الملح هو اللي موجود بنسبة أكثر من 30%. جواب صحيح، برافو سي عمارة، مبروك عليك الدور النهائي يا سي عمارة. يا طوى اعمل كويس تي تو نرجعو لك يا سي عمار باهي، ولا ما تشربش تي زادة قهوة عربي؟ اي اعمل لي قهوة عربي بالسرة ربي، وين تجيب حلاقه طويله؟ الكور اللي غزال موجود يا خويا، هاني خارجين على البرود غدو نكون حداك ان شاء الله. قرن الغزال لا 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 يا سي عمار، عز الناس. اعمل قهوة عربي تو بالسره وفيها ضريبة زهر. عايشك عايشك، يلا نرجعوا لك سي عمارة. ألفة يا ألفة. نعم يا ألفة، متبارية ممتازة انت، ان شاء الله نشوف اسمك في العشرين مليون يا ألفة. ان شاء الله يا ربي. ألفا انتو كم زلت راك تنجم تشارك معنا مرة واثنين وثلاثة واربعة؟ ألفا احنا العشرة طويلة يا ألفا، والله العشرة باهية. اما احنا ما نخليوكش تروح متغشى، مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار يا ألفا من هدا اتصالات تونس. مبروك عليك ألفا، ونخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم ألفا؟ يعني عايزك نسلم عليكم الكل واحد واحد، على خويا لطفي، على اختي مريم، ربي يبارك لكم وربي يفضلكم. يعيشك احلاها والله ما احلاها، نتمنى وبجاه ربي بجاه ربي، ويجوا زوروني. انا وعدتك باش نجي صحيح، انا وعدتك يا ألفا جاي، وماني جايب معايا لطفي، تهنى يا نجيب معايا صاحبي عبد الحميد بن قيس. جبيني انا ليه نهزو الانتقال ديما عمري ماني تبنشت انا من ولايه لولايه، هذا يعطيه مرمز ولا يعطيه سلطه شويه ولا يعطيه جنجبن ولا يعطيه انا هذا هي هي ثم منشتين سمعت خلي ما الفت الف قول لي الف مرأة ايجا نعملوا قاعده عربي في يا لله يرحم والديك يا مدام، والله منطقه منطقه ممتازه، منطقه ريفيه يا ألف، والله نوعدك لما نكركرهم الكل نجي ونقعدوا بحذيك شوي. هاي شيء كلمه 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 نهارين ثلاثه ايام ربي يفضل ربي يبارك فيك يا ألف، تستبننا بس مرحبا بيكم ربي يفضل يا يعيشك يا ألف، نسلم عليك برشا، مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس، اتوال 600 اتوال واحد دي اس هو كود الربح مش كود الخيانة. ترتاح صغيرة مع البيب راجعين اللي يخونوك الـ 34 دقيقة على FM أحلى راديو، مازلنا نسمع معكم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا الكل، نحب الناس اللي ما سمعونيش في الجزء الأول متاع العبيلة، لطفي بندقة في مفاوضات متقدمة مع إذاعة أخرى، دونك من أجمع غادرنا في القريب العاشر، ولكن هو ديجا غادرنا اليوم يكمل الحلقه نتاعو ان شاء الله. معرفه طيبه نجي نطلع عليكم. اي بيصير انت انا كي فما واحد نعرفوه تاو ليومات اللي يخون ويعطي الحس، انا وليد والله نحبك خاطر انا اللي يخون نعطي الحس، من انا اللي يخون انا اللي يخون اي ما نرحم، ماشي خيانه، هذا انسان كما الكواجي ونعطيك حاجه تعطيني وما نسامحش. لا لا تسامح من لا 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 خيانة لا لا. من سامح نعرفك لا لا مش خيانة، إنسان يلقى خدمة يلقى في بلاصة أخرى أوفر ما خير، يمشي يجي يسلم على صاحبه يقول له يا أخوي الله يسمعنا الله يسمعنا، هذا الغير خانك أنت كيف هو أنا خليني سكت بركة كمل خويا كمل بالله ما فسك تقول الغير، الناس ما يعرفوش شكون الغير باش يقعدوا يتنبؤوا شكون الغير، يا تقولها يا ما تقولهاش الجملة. لا لا أنت تعرف صاحبك، أما لما تقولهاش الجملة كي ما عندكش الجرأة آخر البرنامج نقولها لكم. يلا سيدي نمشيو للروندة الثانية، صفاق 42 عام، جيهان قعلول، عسلامة جيهان. عسلامة جيهان، صفقوا على جيهان، عسلامة جيهان، حلوا فلوسكم، حلوا فلوسكم. وين فلوس جيهان؟ أعطيتنا وماخذيناه، أعطينا تنحلوا يا جيهان. ريتش قاسي يا جيهان، يسمع يقول كذا حلوا له كونت في سويسرا يا جيهان ريتني شنو قاسي، هو معد ومنتج يا هو 30 مليون حزينك يا جيهان، هو مو اليوم الحلقه الاخيره نتاعو، دونك قاعد يعمل الماكسيموم باش يوتر الاجواء. يا جيهان شحالك يا جيهان؟ لاباس الحمد لله. منين يا جيهان؟ من طريق العين كيلومتر 6 طنيور ولا من طبيطه حمد الطرفانيه؟ وين بالضبط؟ قاري في مجد ابو ليلى؟ ملا ملا طريق المطار، طريق المطار، طريق المطار، ملا ملا بربي قريتي مجد ابو ليلى ولا خاطر اللي نكلمه من الصفاقسي يقول لي قاري في مجد ابو ليلى، انت قاري في مجد ابو ليلى؟ لا 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 مرحبا بك، تعايا لنا الكل في صفاق جيهان. نعم ما تركزش معاه برشا الله يهديك صح، تركز معايا
حاضر المباراة جين؟ كيفاش؟ حاضر المباراة؟ اي حاضرة. شكون يعاون فيك في الدار؟ زوز بناتي. زوز بناتك، شو اسمهم بناتك؟ ملك وسلمى. ملك وسلمى، ربي يفضلهم لك. ملا ملا ملا. اي يا جيهان، حضر لي روحك تنرجع لك نمشيو للقاسرين، وما ادراك ما القاسرين. لحنان قرماتي، شنحوالك لحنان؟ عسلامة حنان. عسلامة حنان. شنحوالك يا حنان؟ يعيشك يعيش خويا، لاباس الحمد لله. حنان انت في القاسرين ولا من القاسرين؟ لا، ما جبسية ونعيش في القصرين. جبسية، الحنة الجبسية والملوخية والدنيا. بنت بلادك زيادة. احكي لي، قول لي خاني لطفي، ما سمعتش هذيك. خد بالبوق اخرج هنا. ايها المواطنون، ايها المواطنات، خاني لطفي بنطقة، الجمعة اللي فات عاود اليوم في مفاوضات. لا الجمعة اللي فات سامحتك، خاطرك مشيت من ايميسيون لايميسيون في وسط قال الاخر زيتنا في دقيقنا. قال الاخر شكون الاخر اللي قال؟ في وسط الاذاعة. اما انت تو ماشي تتفاوض، حتى المخرجة ماذا بيا تقص عليك الميكرو، مقبيك قاعدة هكا. المخرجة متفاهمة مع الوضع، وكان تلقى خدمة أخرى ما خير تمشي المخرجة. نزل معايا ديجا ثلاثة مخرجين هنا من هنا. عجيب. حتى المعد كلمته تو عنده لحيه مقمر وباه قفمت، قلت له حاضر روحك. ثلاثه معد تسمع يا حنان؟ معد ثلاثه مخرجات. تسمع يا حنان؟ تسمع تسمع الصحبه صحبه وني ما ثماش يا حنان. هاك تضحك ريت يا حنان. نص الليل وهو يفاوض البارح، غير اربعه خرجنا. خرجت اي نص الليل غير اربعه وهو يفاوض يا حنان على الخيانه نتاعو، يجي اليوم معناها بكل معناها جراه ويخدم وهكا يحلل في فلوس. ريت يا حنان. الدنيا ذي حنين راو دروس، راو تتعلم دروس. جاب سيارة بنت بلادي، وانا ماتماتي فرد ولاية، ما تجيش تعمل لي مشاكل مع ولاد بلادي. انا متأكد لي حتى واحدة ما مش تختارك تو. يلا سيدي حنان. ما دمرتني تديركتني. حنان جين، سؤال سؤال، 10 ثواني 10 ثواني، اللي يعطيني 3 إجابات صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار، يكون ضمن فريق لطفي بونت، خذ من فريق مريم شاملي. نبدأ بك أنت يا جيهان، 10 ثواني جيهان. السؤال يقول جيهان، سمي لي 3 كلمات تقولهم لعرفك ولراجلك. الله يبارك. هاي شنو اخ؟ هاي هاي الله يبارك مرة. زوز إجابات صحيحة، زوز إجابات صحيحة في 10 ثواني يا جيهان. نمشيو الحنان، يلا حنان. نعم. حاضرة؟ حاضرة. 10 ثواني مطالبة أنك تجاوب في أقل، يا تعطيني 3 إجابات صحيحة في 10 ثواني، يا تعطيني زوز إجابات في أقل من 10 ثواني. السؤال يقول، سمي لي 3 حاجات تقولهم كيف ياخذوا رأيك في العرس. كيف جو ياخذ رأيي في العرس؟ اي العرس باهي، مسؤولية، اي وتعب. باهي ومسؤولية وتعب. وتعب كلام معقول. استنى خلينا نفهموها كيكا، هي باهي ومسؤولية وتعب. اي باه صحيح. تعب باهي يملك نص دين واحد ويعمل تعب بعكس الباهي. اي تعب باش تولي تقضي وتمشي وتجيب وتولي مسؤولية، مش كيما تكون عازل. تبيع مسؤولية مش كيما واحد. فوالا ده ياك، هو تو يدافع زعما باش يهز شويه السكور نتاعو. يلا حنان، كنت عند عطيتنا 3 إجابات صحيحه، دونك لك الاختيار لطفي بنطقه ولا مريم شاملي. اي حنان. نعم. اختار اختار فريق لطفي ولا فريق لطفي مريم؟ ولا مريم. فريق لطفي. فريق لطفي. عجيب. ريت ريت رغم الداء والاعداء، قد ما عملت لي وقد ما الخيانه وطيحتي في دولاري، لكن قالوا لك هب 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 هي هات هي هات ثم هي هات. هب 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 هذه تحمل عليها مسؤوليتك. هب 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 هذه تحمل عليها مسؤوليتك. انا نتحمل مسؤوليتي ملي دخلت الاستوديو. هذا كيما القرو تحمل مسؤوليتك لطفي بنطقه. ثلب هذا لا لا نجم نشكي بيه. هب 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 ما كانش كي بيه نبطلوا المفاوضات. لايكا كلمتنا اوكي، تحية لايكا الكل يا هايكا. اما باش نشكي به قضائيا جزائي، وعنده ما يعمل نور طول المحكمه، المحكمه ويدور ثم شو عنده، وعنده مرمز خطوه جاي طرف سلطه تبرك قرو فلفل ماشي من هنا للباشا باش يقدر ينفل. حنان مع لطفي بنطقة، جيهان مع مريم. نمشي مباشره للسؤال الاولويه. مريم لطفي، شكون باش يكون اسرع؟ يديك على البزر لطفي. السؤال يقول، قداش عدد ايام السنه الكبيره؟ 366 يوم. جواب صحيح. جيهان. نعم. يا جيهان،
جيهان الله ليك بسمومن. تو نجم نسال جيهان شن طيبه؟ انا راه العباد اللي مروحين تو يبدأ تجيهم دبارة للي انت وليت وليد اللي يقول لك حاجه تقول له هاني جاي. انا نقول له هاني جاي. امان ما قلتلاش تاع باجه هاني جاي تو. اي خاطر تاع باجه استدعتنا على قاعده عربي هكا ومحليها هي. ومتاع مطر. كيف كيف استدعتنا على قاعده. يلا جيهان عندك 30 ثانية جيهان، سؤال على نقطة تتشاور انت ومريم تعطيوني اللي جابها قبل ما يفوت التوقيت. يا جيهان السؤال يقول في أي محيط يقع مثلث برمودا؟ الاقتراحات المحيط الأطلسي ولا المحيط الهادي ولا المحيط الهندي؟ أنا نعرف الأطلنطيك، أنا هي الأطلنطيك ما نعرفش. أطلسي الأطلسي. الأطلنطيك هي الأطلسي. يعني الأطلسي الأطلسي يعني الأطلسي الأطلسي أنا نقول الأطلنطيك الأطلسي. هاي جيهان. جيهان إيش قلت؟ الأطلسي الأطلسي الأطلنطيك. في أي محيط يقع مثلث برمودا؟ ونعطيك معلومة يا لطفي بندقة. هات يا خوي هات. إني أنا مع الخيانة نتحول إلى مثلث برمودا. تعرفوا مثلث برمودا؟ لا لا ما أدخل أقرا عليه. مثلث برمودا اللي هو سي أن ميستيغ أون فيت. أي باتو ولا طيارة يتعدى من غادي ما عادش يعرفوا عليها. تختفي. تختفي تماما. الله. وذي بديت من عام 45 في الحرب العالمية الثانية إكزاكتومون. لا 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 برمودي مومن. هو عندها من 45 تعرف. بديت الحكاية من غادي من عام هذيك قال كل عام دي باتو يدي ما عادش يتعداو دايما. يختفيو كومبليتمون. بون باغ كونت خرجت من ريشيرش في 2019 قال لك البرمودا خليك كم ريشيرش وليد عاش خويا دخلت فينا في الفرنسية دخلة زرقاء فوالا ريشيرش مقيتهاش بالعربية ريشيرش قال لك اللي هو البحث فوالا البرمودا يجي فوق بركان كبير اي نعم والبركان هذا قاعد يصيب في غازات اللي منهم الميتان واللي الميتان هذا أيوة. يترشق الموتور نتاع الطياره هذاك علاش الطياره ماشي تقوى والباتو ياكل الحديد نتاعو يغرق بهذا سيت اون ريشيرش معناتها ماهيش ابروفي بلاصتها مش هنا في النازا ايبوتيز ايبوتيز في 2019 قال لك نورمالمون المشكله اللي ما يعرفش مثلث برمودا هو عامل ميكانيسيان دافيون اه هو اصله ميكانيسيان دافيون هكا ولا والله الا نعرف هاني ميكانيسيان دافيون شريو الطيران صلح لكم به جيهان اما جوست قولوا لي الاطلسي هو الاتلانتيك ولا ليه لا الاتلانتيك هكا الاطلسي المحيط الاطلسي جواب صحيح برافو جيهان برافو مريم نقطة أولى نقطة أولى الدورنية سؤال الأولوية مرة أخرى مريم لطفي السؤال يقول شنو اسم المدينة اللي تعرفت اسم مدينة الحب؟ باريس. باريس جواب صحيح. النساء والحب والكذا يجاوب رومانسي حاسبني حتى في رومانسي باش تفكها لي؟ لا خلي لي رومانسي خلي رومانسيتي على روحي شد رومانسيتك معك حنان. حنان 30 ثانية حنان باش تعدل النتيجة يا حنان تشاور انت ولطفي ولو اني انا ما ننصحكش برشا السؤال يقول شكون اول رئيس للاتحاد السوفيتي؟ اقتراحات فلاديمير لينين والا جوزيف ستالين ولا جورجي مالينكوف؟ شكون اول رئيس للاتحاد السوفيتي؟ عندك الفكره ولا لا؟ انا عندي فكره وشمتها في برشا ناس خاطر نقول لك صحيح وقال لك ما تعملش عليها قول له لينين وفي الرتور يعمل الله وتعامل على لطفي منطق عملوا العمل على رب خلي الغير يقعد هكاك خلي الغير يقعد هكاك اوكي اوكي حنان نعم صدقني جاوب الزرقاء اقرب له للسير بالزهر بالعطرشيه بمال ورد المفيد ثم خبر اي ينصر دينك اعترض على حكم الله يا وليد هاني جاوبت انا طب. حنان جاوبني اي جاوبني اي ارحم والديك يا حنان اول رئيس للاتحاد السوفيتي يا لطفي بندقه خليت ستالين بكله معناها لا ستالين ما نحبوش ستالين ما تحبوش لا نحب لينين انا تجا ثم نهج لينين تعدى ديما من قشيني ياسر نجدك نحبو قد فرغنا عطيهم في لينين والله انت راجل لينين راجل لينيني حنان نعم
ما فهمتش، تبعت وعينيك مغمضه من بعد ناقشت معاه من بعد سالته يا لطفي عندك المعلومه ولا تجاوب بالزهر لك ربي حسين ثقه عمياء متاكد من الريبونس اضحك يا اختي اضحك على روحك اضحك يعطيك الوقت هو يا 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 حنان لطفي بنطقه عنده من خصال ستالين مش لينين عنده شويه من الخصال تعرفوا ستالين لا لا ما تفهمش انا وياه عنده شويه من خصال ستالين خيانه وباش ترجع لي لقدوسي هذاك كالعاده وتهيج علي المستمعين ويقولوا في خاين واللي يعرضني انا بالخاين الاعظم ستالين يامن بمبدا يفوت ديكابيتي دي ديكابيتي حنان اول رئيس للاتحاد السوفيتي هو فلاديمير لينين 1917 22 جواب صحيح برافو لطفي برافو حنان نقطة عن جدارة ذي الحقيقة الحمد لله نقطة عن جدارة تحسب لك يا صديق مازالي في الحصة أربع دراج أربع دراج صحيح شد قلبك بيوم وبعد يا عم الله دليل يلا السؤال اللي باش يفصل المباراة لطفي بندقة مريم يا عندك يا عندها مثل مرة أخرى مالوريزمون مريم الله غالب يا مريم الله غالب ربي والأمس سهل مهنة ذي صدقني ربي معي ربي معنا الناس كلها يلا المثل يقول قالوا يقوي سعدك قالوا حب توا 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 ايه هنا شو ايش حب توا توا حتى نحب توا قالوا قالوا يقوي سعدك قالوا توا توا مش توا لا مش نحب توا 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 قالوا توا توا المثل توا هكا ولا سيد المخرجة توا توا مش نحب توا شنو تحب توا والله نعرف نحب توا اي انا ما جاوبتش ما تنجمش تاخذ هي الاجابه لا باش تاخذ هي معناها مش بونتويت هي انت جاوبت غلط هو المثل يقول قالوا يقوي سعدك قالوا توا توا والله نعرف نحب توا يقوي سعدك نحب توا يا حنان بالله مش تعرفها سمح قالوا يقوي سعدك قالوا نحب توا والا توا توا كيف لا هاك قالت لك شو حنين محليها شو حنين قديش متصالحه مع روحها وانت هي بكل حنان وانت تحب تغش ولا لا نغش ولا لا يزي خيانه ولا يزي غش ما غشيت حتى فكرني نرمطو انت تخون 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 قالت روح من غش انا فليس مني يا خويا انت غش انا ما غش من غش انا فليس مني هذاك انت ما تغش انا ما غش حنان ما عليك يا حنان عجبتني جاوبت جاوب صحيحك لا توا توا والله نعرف هكاك والله نعرف هكاك ما يشاهد فيلم تباري يا اخي حنان جاوبت قلت له لا توا توا برافو حنان روح رياضيه كبيره وخذ معنا حنان كان جاوبه صحيح عندك الكادو نتاعك يا حنان جيهان مريم 30 ثانية يفصلوك على الدور النهائي سؤال يقول شنو معنى كلمة بوذا البوذا الاقتراحات الرجل المتيقظ الرجل الحكيم وإلا الرجل الذكي بوذا معناها هاي نعرف البوذا تحب الكلاس الرجل نصور انا نجم نكون حكي يعبدوه خاطر من اين 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 من شو بس يغرى وين هكا مخي يقول لي انت شو رايك متيقظ حكيم ذكي نستبعدها الحق الرجل الحكيم جاوب نهائي جيهان ربي يستر معنى كلمه بوذا بين الرجل المتيقظ الرجل الحكيم ولا الرجل الذكي هي بلغة بالي الهندية القديمة وهي نقصد بها بوذا الرجل المتيقظ للأسف الإجابة غلط الرجل المتيقظ هذاك اش معناها بوذا هما داير يحطوه معناها ديما فايق بالنسبة لي أي حنان جاتنا الفرصة مرة أخرى أي كيسيو براج سؤال الخطير كما يقول أرزوق كيفاش يقول أرزوق نسألك سؤال خطير خطير المرحوم كي توفى ما عادش طلع عليكم مات يلا سؤال البراج إذا كان واحد من الكرونيكور خذ الأولوية المدبري اللي معاه جواب صحيح مبروك عليه الدور النهائي جواب غلط أوتوماتيكمون الفريق المنافس يمر للدور النهائي يديكم على البوزر السؤال يقول شنو هي البلاد اللي نلقاو فيها أطول نهر في العالم؟ برازيل؟ أعطيك الموسيقى نهر النيل نهر النيل في العالم مصر مش في الأفريكا ذيك لا في العالم نهر النيل بلي في الأفريكا لا نهر النيل دونك إجابة غلطة لطفي بندقة
بضاعتكم ردت إليكم. حنان 30 ثانية حنان يفصلوك على الدور النهائي. السؤال يقول ريتك تكبر قلبك، شنو كانت شجرة الدر قبل الزواج من السلطان الصالح نجم الدين أيوب؟ الاقتراحات كانت أميرة وإلا كانت جارية وإلا كانت رهينة. الصالح نجم الدين أيوب اللي بعده هو المماليك اللي شدوا الحكم ربحوا المغول في أتراك. كانت جارية في دي أتراك مو مش أتراك جارية وأخذها رهينة. أي أميرة جارية رهينة. هذا باش خليك فرصة لك خرجت رهينة. هاي قول لي أنت جارية. جارية جواب نهائي حنان. جواب نهائي. كيفاش أتراك؟ ما قلت المغول أنا خاطر نتابع في المسلسلات التركية كنت لا بالحق سلطان أيوب مثلا كي نمشي لتركيا ديجا بنت أختي تسكن فين سلطان أيوب. كي قلت نجم الدين أيوب مشى في بالي سلطان أيوب. أنا فهمت الصالح نجم الدين أيوب المسلمين وقتها كي كانوا يحاربوا ما تذكرش نقولوا المسلمين ربحوا المغول في عين جالوت مع سلطان قطز اللي هو جاء بعد السلطان صالح نجم الدين أيوب وجاء قبله هو السلطان أيبك ومن بعد الظاهر بيبرس. وشجرة الدر كانت سبب من الأسباب خاطر كي مات السلطان صالح نجم الدين أيوب هي كانت شبيك مفجوع لطفي والله لا ما قاعد نتثقف. قبل الزواج منها كانت جارية. جواب صحيح برافو. بعد شدت هي الحكم وتزوجت من السلطان أيبك اللي ولا هو سلطان زاد من المماليك وبعد تداولوا على الحكم. حنان مبروك عليك الدور النهائي نتلقاه بعد شوية. حنان جيهان يا جيهان الله غالب جت فرصة ما استغليتهاش. مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس. مبروك عليك يا جيهان. نسلم عليك برشا جيهان إن شاء الله نشوف اسمك في القرعة الكبرى. 20,000 دينار من هدية اتصالات تونس. مريم لطفي حضروا لي رواحكم للدور النهائي. ترتاح صغيرة مع البيوب راجعين. الأربعة 54 دقيقة عليه في محلى راديو مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة نتاع العشية. سي عمارة لحنان مازلتوا موجودين معنا؟ كون اللي حنان يظل يكونوا. سي عمارة موجود. سي عمارة ما موجود معنا. به سي عمارة وحنان زوج شاركوا معك معي. دونك نعاودوا القرعة. سي عمارة نعشك العادة 10 ثواني تعطيني 3 إجابات صحيحة. يا سي عمارة سؤال يقول سي عمارة سمي لي 3 حاجات يحبوهم الصغار والكبار. الحلوى والبسكويت. اي كيس والياغورت. 3 إجابات صحيحة برافو سي عمارة في 7 ثواني. برافو سي عمارة. نعاودو نتصلو بالحنان. حنان نعاودو نتصلو بها 3 مرات ما كانش. سي عمارة يفوز بالألف دينار مباشرة. حنان نتصلو بها 3 مرات في الأثناء الميساج نعاودو نتصلو بها. يعيشكم نعاودو نتصلو بحنان. فكر فكر بلي انا خاين. فكر شو كان فكر ما عادش حاب يفكر. مش مازالك بالله مازال لك 5 دقائق كملهم على خير وكهوش مازالك. قول لهم انا باش نفكرهم باش نفكرهم في الربح نفكرهم في الحاجات الباهيه. ايطوال 600 ايطوال واحده دياز يوصلهم لل 20 مليون. اما الخيانه باش توصلهم لشنو؟ يا سي ايطوال 600 دياز تو انت الخيانه باش توصلهم لشنو؟ اسمعني اسمعني تو انت شددني كل مره تعمل لي حكايه مع المستمعين لين العباد ماني واخد علي فكره خايفه. هل انا قاعد هل انا انت واقف استنى قاعد نفتري عليك؟ افتريت. ها افتريت عجيب والله افتريت. هاك مشيت قابلت تفاوض انت. ايه مش خلصت مش خلصت انا خلصه خلصه نص الليل خلصه. اسمع هي نشربوا في قهوه تعلمني تقول لي راني ماشي باش نفاوض وليد. كي نكمل نتفاوض نجيك نقول لك يا وليد مش محضر بلاصون. عندك بلاصون تزفرت وجهك الكل. سيده المخرجه حنان تحصلنا عليها ولا ليه؟ نعاود نتصلوا بها اخر مره. تحصلوا بها مرتين تليفونها مغلق.
نعاودوا نتصلوا بها مره اخرى. عايشكم هو تسكر وقتها هي طلبت هي تعلقت يا ولا حوال ساعه والله ممتازه جدا حنان. نعاودوا نتصلوا بها حنان. شنو طيبتي اليوم ما حنان؟ والله ما نعرفش ما استناهاش. شوف خاطر من باجي تعدى الغادي بالكريبه الجندوبه ولا قاسرين قاسرين بعيد علي نرجع مره اخرى نرجع البرود نخسروا ايسونس. حنان قداش تصلنا بها مرة؟ مسكر برشا مرات للاسف يا حنان. حنان تفوز بالبونداشا قيمته 100 دينار وسي ايهاب يخرج يزفر الاربيتر الفار. دونك عماره يا سي عماره مبروك عليك يا سي عماره. هذا بالله حضرناك قرن الغزال يا سي عماره. حاضر والله حاضر صحيت. مبروك عليك 1000 دينار من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك سي عماره. ألف دينار يا سي عمارة. كملنا سكر الحنوت. على شكون تحب تسلم سي عمارة؟ نعم على شكون تحب تسلم؟ سلم أول حاجة على فريق فريق البرنامج كامل. ربي يفضلك ورب يدير عشرتك أنت يرحم والديك. يا سي عمارة يا سي عمارة ما زلت ما راني ما زلت قال الآخر شكون الآخر اللي قال الجروح ما زالت ما تلمتش من المرة اللي فاتت. ما عدلتش عليها سي عمارة راهو كيك يقول وكاهو قلبه باهي. على خاطر روحي ما يسالش يرحم والديك والله على خاطرك أنت معناها نسامحوا سي عمارة. يسالش والله مسامح كريم. والله انا توا صاحبي الشيخ حسن بن عثمان جاي خاطر حاسس بيا حسن نعرف وين عليه جاي. في بالي بالخديعه يا حبيبي الخديعه هو تسمى ابق بالعربيه عبد ابق انا ما مهمناش راه اسمعني نمرود ما ماتش ما ماتش بالذبانه مات بالحلقوم بحسب الحكايه او الخرافه اي مات بالوشواشه بالناموسه بالبعوض بالبعوض اي بالبعوض فما قصه طويله عريضه تحكي لك مره اخرى. دريبه يا حبيبي دريبه. انا باش نقول لك حاجه يا حسن بربي من بعد شويه باش تلقاو فريق الدوامه الكل دوامه بلوس مع حسن بن عثمان وصديقنا محمد خميسي. الخيانه راهي توجع الخيانه. حسن انا نخون حسن السيد نص الليل يفاوض مع اذاعه انا نخون حسن أخرى. يا حسن يعمل العمايل هذه محلاك يا حسن لا تليق به. اعطيه ضربه يا حبيبي هو عنده بندقه راهو ديما معاه اي نعم فكون البندقه نتاعه راهو يتحرك يا حبيبي. شكرا حسن بن عثمان تلقاه بعد شويه فريق الدوامه بلوس محمد الخوماسي. توا نخليكم مع جي جي وحوال الطقس انا ملا عندنا العواصف حتى شويه شتاء ان شاء الله يا ربي الغيث النافع. لطفي بونتخا ميرسي بوكو نورتني اليوم. المانيه مريم ميرسي بوكو نورتني اليوم. تحيه كبيره لعزه تويتي في الاخراج. نسلموا برشا على اياب وسفيان فريق اف ام تي في. شيحه في الاعداد. نتلقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. ريح سلام الناس الكل. باي باي.